بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور عمرو زكي، أستاذ أمراض قلب في جامعة اسكندرية، واحد من التيم المنظمين لكارديو أليكس. قوي احنا عندنا انترناشونال لايف وعندنا لوكال لايف. الانترناشونال لايف السنة دي متهيألي الجديد اللي هيبقى فيه من الإمارات إنهم ده الجديد في كارديو أليكس، إنهم أعتقد إنهم هيقدموا روبوت بي سي آي ده ما كانش موجود قبل كده، وهم يعني هم وان سنتر في يو اس اي وان سنتر في اسرائيل هم اللي عندهم الروبوت، فان شاء الله تستمتعوا بيه. اللي برضو الجمعيه السعوديه لامراض القلب دكتور محمد الكردي باذن الله هيشارك معانا، هو شارك كتير قبل كده بس يعني برضو سيشن باذن الله تبقى مثمره تعجب. الجديد برضو السنه دي ان احنا بننوع كل سنه، يعني في ناس ثابته زي الجيم والتيستي، اما الجديد السنه دي من تركيا لان دكتور عمر جوتشكن كلنا عارفينه بصراحه، انا يعني راجل هايل في السي تي او والفيري كومبلكس بي سي اي والكومبليكيشنز، فهو مشارك معانا في لايف واتمنى انه يقدم ريترو جريد. انا طلبت منه انه يعني تبقى ريترو جريد وتبقى جميله، فان شاء الله اللايف السنه دي يبقى مختلف شويه ويبقى مثمر ودايما بيبقى قوي جدا. احنا عندنا اللوكال لايف كالعاده برضه هنقدم من تو سنترز، من يوم الاربعاء من الاي سي سي ويوم الخميس من الكليه. يوم الاربعاء بتبقى بارل سيشن، يعني هتبقى هنقدم اربع حالات، حالتين وحالتين، احنا اخترنا الحالات ان شاء الله تبقى جميله جدا. ما يعني هي هتنزل في بروجرام منهم حالتين سي تي او والليفت مين وكومبلكس ومن الكليه باذن الله يوم الخميس ساعه وساعه، وان شاء الله يعني احنا عندنا تيم كبير من اللوكال عاملين ثلاثه، هيبقى في واحد لوكال من اسكندريه وبيساعد وان فورينر وهيبقى ايمننت. يعني السنه دي برضه تيري ليفيفر ده جديد انه هيخش معانا في اللايف، ما كانش معانا قبل كده، فان شاء الله تبقى جميله وتبقى على المستوى باذن الله تعالى. اتمنى احضركم وتستمتعوا بالمؤتمر ونستمتع بيه جميعا.